السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير. وانتم ما تشوفوا هذا لا فيديو، لا فيديو ديال اليوم جبت لكم بعض من اخبار فرنسا، وفي الاخر ديال لا فيديو غادي نتكلم على واحد الموضوع اللي طلبتم مني انني نشرحه لكم. بالنسبة لأخبار فرنسا، غادي نتكلم على الحجر الصحي اللي غادي يبدأ يوم السبت والأحد، يعني هاد الويكاند المقبل، ولكن ما غاديش يكون معمم في يعني في جميع، ما غاديش يكون معمم في فرنسا. غادي تشوفوا التفاصيل في الفيديو. كذلك غادي نتكلم على الضجة اللي راها نايضة على بالنسبة المطعم المدرسي لا كونتين، واللحم اللي ما بغاوش يديروه في لا كونتين. نظن أنكم تكونوا سمعتوا هاد الخبر. كذلك غادي نتكلم لكم بالنسبة لتست ساليفير، بمعنى لو تيست أو التحليل نتاع هذا الوباء نتاع كورونا اللي يتم عن طريق الفم. غادي نشرح لكم كيف تكون هذه العملية اللي غادي يقوموا بها الوليدات ديالكم وبطبيعة الحال في الدخول المدرسي. وكذلك غادي نتكلم على الموضوع الأخير، واللي هو قلت لكم أنني باغية نتكلم لكم، وتحت طلب بعض الأخوات شرحي لنا وشنو هاد أوريفلام. سيء، هذا هو الموضوع ديال اليوم، هذا هما المواضيع اللي غادي نهضر عليهم في هذا الفيديو. نقول لكم تابعوا معنا التفاصيل باش هكذا تعرفوا اشنو كاين. نبدأ لكم بالخبر الأول، وهو فيما يخص حجر صحي بفرنسا. لكن هذا الحجر الصحي، ولأول مرة منذ الحجر الصحي بفرنسا، هو حجر صحي مختلف، بمعنى أن هذا الحجر الصحي غادي يكون ان كونفينمون لوكال، بمعنى حجر صحي موضعي، غادي يكون فقط في ليزالب ماريتين، وغادي يبدأ ابتداء من 27 و 28 فبراير 2021. غادي يكون في الديبارتمون ديال لي زالب ماريتيم، وكذلك تابع ليهم حتى مدينة نيس. هاد الحجر الصحي سوف يكون لمدة نتاع 15 يوما على حسب تصريح الحكومة الفرنسية، بمعنى انه غادي يكون جوج ديال لي ويكاند. وبما انه فرنسا كاملة كتعرف بطبيعة الحال حظر تجول، واللي كيبدأ مع السادسة مساء، بطبيعة الحال هاد المناطق الديبارتومون اللي هما تأفيشاو زون غوج، مناطق حمراء باعتبارهم كثرة الإصابة فيهم، بطبيعة الحال غادي يكون عندكم حجر صحي ابتداء من الجمعة، من بعد 18 سايي راكو تسماو في حجر صحي، يعني ابتداء من الويكاند 27 و 28 فبراير ولمدة 15 يوم. ومن بعد غادي يديروا احصاءات ويشوفوا واش كان هنالك واحد النقص في العدد ديال الاصابات. كيف قلت لكم سابقا في تصريحات سابقه، ان وزير الاول جون كاستكس وكذلك وزير الصحه اوليفيي فيرون صرحوا من قبل على انه باش يكون حظر شامل في فرنسا لابد ما يكون ذلك متعلق على حسب الوضعيه الوبائيه للبلاد، وهما اللي كيقدروا انهم يشوفوا على حسب المهم الإحصاءات اللي كيتوصلوا بها من طرف كذلك المستشفيات. كملنا بالحجر الصحي، دروك غادي نمشيو عند الضجة اللي راها واقعة في الإعلام وكذلك ما بين السياسيين على الغوبا أو على وجبة الغداء بدون لحم. كيفاش القصة ديال وجبة الغداء بدون لحم؟ رئيس بلدية نتاع ليون اقترح على انه المطعم المدرسي لا كونتين يكون فيه وجبة بدون لحم، بما يسمى ان غوبا فيجيتاريان. بالنسبة لهذا وجبة بدون لحم، هو شاف من منظوره على انه يعني تطبق في ليون، وكذلك قالوا علاش لا تطبق حتى في جميع لي كونتين في فرنسا، يعني هذا كان اقتراح ديالو هو. وبطبيعة الحال في ليون سوف يطبق يعني وجبة بدون لحم. هاد لو غوبا فيجيتاريان شاف على انه كتناسب لهاد الظروف اللي كنعيشوها ديال الوباء بطبيعة الحال. بالنسبه لهاد الضجه اللي راها نايضه بطبيعة الحال ديال وجبه بدون لحم، هنالك بعض لي زاغريكولتور اللي انهم جاو امام البلديه واللي كتشوفوا هنايا في الصور، وجابوا الابقار ديالهم وجاو وقالوا كيف يعقل انه يعني حنايا كنخدموا يعني هاد الخدمه ديال ليلفاج نتاع لي زانيمو، وحنايا كنتعبوا كلش، وفي الاخر غادي ما يكونش واحد استهلاك للحوم. كذلك هذا الامر كان فيه ما بين مؤيد ومعارض بطبيعه الحال، وداخل فيه المهم الامور السياسيه حتى في الاكل. بطبيعه الحال وزير نتاع الداخليه واللي هو درمانا، ودار واحد الميساج في تويتر وقال على انه كيف يعقل انه تمنع وجبه الغداء فيها اللحم، بحيث انه كثير من الاطفال لا ياكلون اللحم يعني في البيوت ديالهم، وعندهم لا كونتين هو المكان الوحيد اللي يقدروا انهم ياكلوا فيه اللحم.
طبيعة الحال هذا الأمر كيف قلت لكم دخل فيه كثير من الآراء ودخل فيه كل واحد وشنو كيقول، ولكن هذه القصة ديال اللحم بطبيعة الحال غادي نشوفوا فين هذه توصل. ولكن إذا كنتو من هذه المناطق ديال ليون والبنات اللي معايا في القناة تقدروا أنكم تكتبوا لي وتقولوا لي الآراء ديالكم. بالنسبة كذلك اللي بغيت نقول لكم على أنه نشرح لكم دروك ننتقلوا عند لو تيست ساليفير، وهو لو تيست اللي كيديروه وليداتكم نتاع اللعاب الفم. غادي نشرح لكم كيفاش كتكون الطريقة ديالو، بحيث عنده بعض يعني عنده غير واحد الشرط. كيف كتعرفوا أنه فرنسا كامل بطبيعة الحال يعني عندها مناطق مختلفة في لي فاكونس سكولير، العطلة المدرسية. بالنسبة للزون أ بداو البارحة المدرسة ل 22 فبراير 2021، وبالنسبة للمناطق الأخرى بطبيعة الحال غادي بحال ما لازون سي واللي أنا فيها كتبدا من 1 مارس، وكذلك كاين لا زون بي. اللي بغيت نقول لكم هو انه هاد لو تيست ساليفير وهو تحليل لعاب الفم والذي سوف يطبق. كيفاش سوف يطبق هاد اللعاب؟ عنده واحد الشروط غير باش تعرفوهم، يعني من خلال من باب يعني المعرفة، انه هاد لو تيست ساليفير يطبق خاص تكون 30 دقيقة من بعد ما يكون الشخص اكل او شارب او حتى الناس اللي كتدخن، حيت غادي من بعد يطبق، ما غاديش يبقى غير في لي زيكول بطبيعة الحال، او حتى يكون انه غسل سنانه سيء، يعني باش يديروا لك هاد تيست ساليفير مثلا للطفل في المدرسة بطبيعة الحال راه ما غاديش يطبق على الاطفال، غادي يطبق حتى في لونيفرسيتي، حتى في الجامعات سوف يطبق. يعني خاص الشخص يكون انه من بعد 30 دقيقة ماكلة او شرب، من بعد 30 دقيقة عاد باش يقدروا يديروا له التست. هاد التست شافوا على انه صالح بنسبة 85%، وانه في 24 ساعة يقدروا يعرفوا النتيجة. وبطبيعة الحال الحكومة دارت هاد لا استراتيجي غير باش انها تقدر تعرف من بعد العطلة المدرسية واش كاينين هنالك تلاميذ او اطفال اللي هما تصابوا. دروك غادي نمشي نلخص لكم بالنسبة للأوريفلام بالنسبة للبنات اللي طلبوا مني. بالنسبة للأوريفلام يعني سي سامبل، انايا ما عندي حتى شي علاقة مع هاد المنتج او مع هاد الشركة، انا فقط غادي نشرح لكم وشنو راه كاين، بحيث انه تقدروا تكونوا شفتوا بزاف ديال الاعلانات اللي كاينة في القناة ديالي. هذيك الاعلانات انا ما عندي بها حتى شي علاقة، هما ناس ما كنعرفهم ما كيعرفوني كيدخلوا عندي القناة وكيحطوا الاعلان، انا نقدر نسوبريمي الاعلان بان حيث انه القناة ديالي، ولكن انا كنخلي يعني ليهم ما فيها باس بطبيعة الحال، كل واحد ورزقه. اللي بغيت نقول لكم نشرح لكم بالنسبه للناس اللي ما عارفش، اوريفرام هي شركه تاع الكوسميتيك والعطور، مو شركه فيما يخص كل ما يخص الماكياج والعطور. المهم هذه الشركه هذه بطبيعه الحال كي الناس كيتسجلوا فيها باش انه يشروا من عندها المنتج وانهم يبيعوا داك المنتج ديالها، يعني كيسترزقوا الله دي كوميرس مزيان. انا نشجع اي واحد كيبغي يتجر. هاد الناس كيقول الشركه كتقول لهم بطبيعه الحال يقدر يكون عندكم ديزافونتاج ولا يكون عندكم ايجابيات في هاد الشيء هذا، اذا انكم حتى نتوما شفتوا ناس اخرين تقدروا تدخلوهم يعني وتسجلوهم في الشركه. بطبيعه الحال هذاك الشخص فاش يسجل شي واحد غادي يتماركاو له دي بوان، يعني يتزادوا له دي بوان، بحال دابا انا غادي ندخل شي واحد غادي يتزادوا ليا دي بوان، ولكن هذاك الشخص اللي غادي ندخله بطبيعه الحال غادي يتسجل بواحد القيمه ديال 20 اورو، يعني غادي ندخل هاد البنت وهاد البنت وهاد البنت، وبطبيعه الحال كيبقاو يتزادوا ليا لي بوان. هادوك لي بوان كيكونوا صالحين ليا بالنسبه للشركه، كيعطوني بزاف ديال الامتيازات، يعني امتيازات ماليه ولا امتيازات. المهم نتوما كذلك اللي دخلوكم تقدروا انكم نتوما حتى نتوما كديروا نفس الطريقه اللي دارتها هذيك اللي دخلاتك من قبل، يعني حتى انت تجيبي البرودوي، حتى انت تبيعي، حتى انت تسجلي البنات الا تعرفي بنات اخرين، وهكذا العمليه. يعني العمليه فيها دي كوميرس وفيها انه كاين ايجابيات وفيها انه كل واحد كيسترزق الله وكل واحد ارزقه. يعني اذا كانت شي وحده فيكم شايفه راسها انها تقدر تدير بحال هاد الخدمه، يعني انها تقدر انها تجيب البرودوي وانها تبيعه وانها يعني بحال نقولوا كابابل باش دير هذا الشيء، وانها عندها الوقت باش دير هذا الشيء، وانها كذلك تقدر انها دير اعلانات كما كيديرهم البنات وكتدخلوا ناس اخرين معاكم في الشركه بطبيعه الحال، تقدروا انكم ديروها. انا ما راني نقول لكم لا ديروها لا ما ديروهاش، انا فقط شرحت لكم كيفاش العمليه كتكون. يعني اون جينيرال اون جينيرال فاش انتي تشري البرودوي هذاك البرودوي صايي دابا راه حاصل فيك، خاصك انتي تبيعيه،
والحمد لله دابا كاين لي زابليكاسيون بزاف باش الواحد يبيع، كاين يعني الطرق بزاف، خص غير الواحد يكون كيفاش يعرف انه يخدم دماغه. وانا دائما كنقول التجارة زينة، والتجارة دائما كتكون فيها البركة وكتمشى الحركة. سيء المهم هذا الشعر، البركة والحركة. سيء المهم، هذا هو لا فيديو ديال اليوم، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا من اخبار فرنسا، وكذلك بالنسبة للموضوع ديال اوريفلام. نقول لكم ان شاء الله نشوفكم فيديو قادم مع مواضيع أخرى، وفي أمان الله.